اوعى تقول ده العالم ده بيقول لنا كذا وبيقول لنا كذا وبنشوفه تصرفاته كده. طب يا اخويا خد ثمره العلم بتاعك وسيب العلم يترمي في النار، ماليش دعوه. رب حامل فقه الى من هو افقه منه، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا العالم دي هي للعلم يبلغ، رباني اللي وهله من العلم دي ايه بينفذه. والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الله التوراة فيها نور وهدى، ويحكم بها النبيون، ويحكم بها الربانيون، ويحكم بها مين؟ الاحبار. الله بما استحفظوا بايه؟ بوسيلة ما ايه؟ ما طلب الله منهم او ما طلب رسلهم منهم عن طريق تبليغ عن الله ان يحفظوا هذه الايه؟ التوراة. استحفظ، طب ما قالش حافظ يعني، اما قال لك لا، لان الميزة التي للكتاب الخاتم المهيمن وهو القرآن عن بقية الكتب كما قلنا سابقا، ان كل رسول جاي بأمارة تدل على انه صادق. الأمارة دي اللي احنا بنسميها المعجزة. طيب وبعدين بعد ما يبقون انه صادق، طب صادق في ايه؟ في البلاغ عن الله. البلاغ عن الله ده هو المنهج. يبقى الاول موثق صدقه في انه يبلغ عن الله، وبعدين ياخد ما بلغه عن الله. يبقى اذا عايز معجزة لتثبت صدق بلاغه، خلاص، وعايز منهج يوجد في هذا البلاغ، هيبلغ ايه يا ايها الرسول؟ بلغ ايه؟ يبقى ده البلاغ. القرآن الرسل السابقين زي ما قلنا كانت لهم معجزة ولهم منهج، والمعجزة مفصولة عن المنهج. المعجزة شيء والمنهج شيء آخر. نمسك سيدنا موسى، معجزته العصا وفلق البحر، إنما منهجه في التوراة، مش كده؟ سيدنا عيسى معجزة إبراء الأكمة والأبرص، والمنهج بتاعه إيه؟ في الإنجيل. طب وسيدنا رسول الله ما معجزته وما منهجه؟ بقى القرآن عين المعجزة والمعجزة عين المنهج. طب ودي ليش نعم؟ أم قال لك لأن الأمر الموقوت بالزمن وبالجماعة عايز معجزة مناسبة ومنهج مناسب، يعني نقول منفصلين. طيب لكن الرسول الذي أرسله الله ليكون عاما للناس جميعا ويكون خاتم ما فيش بعد رسول، لازم المعجزة بتاعته تظل مع منهجه، بحيث تستطيع قبل قيام الساعة انك تقول محمد رسول الله وهذه معجزته وهذا منهجه. لكن أتستطيع الآن أن تقول عيسى رسول الله ومنهجه في الإنجيل ومعجزته إيه؟ قال لك إبراء الأكمة. قال له إبراء الأكمة والأبرص ده أمر حسي، والأمر الحسي لا يقع إلا مرة واحدة، فمن رآه صدقه. أنا صدقت لأنني أخبرني به من يصدقه. إذا معجزة لا يمكن أن تقوم لغير متعاصر، انما القران معجزه تقوم لمين؟ لغير. هتظل كده معجزه الى ان تقوم الايه؟ الساعه. وما دام هتظل معجزه الى ان تقوم الساعه، ازاي تظل هكذا؟ ام قال لك ولذلك اختلفت عن بقيه المناهج والمعجزات. المعجزات السابقه كعود الثقاب تشعله مره واحده، فمن رآه بالساعه لم انتهى، واللي ما راهش انتهى. يبقى ان اخبرك من تصدقه ان كان في واحد ولع عكر مثل وصدقه. لكن دي لا اهي. طيب وايه شيء اخر؟ ومدام استحفظوا، يبقى التوراة اللي فيها هدى ونور والربانيين والاحبار استحفظوا. استحفظوا يعني ايه؟ استحفظهم الحق، معنى استحفظته طلبت منه ان يحفظ. اديت واحد حاجة واستحفظت عليها، يبقى الحفظ عليها امر تكليفي. ان اطيع تبقى يحافظ، ما اطيعش يبقى استحفظ على هذا امر تكليفي. الامر التكليفي عرضة ان يطاع وان يعصى، فاوصي في التوراة وفي الانجيل
استحفظهم الله ولكنهم عملوا ايه؟ نسوا حظا مما ذكروا به ولا ينسون الا اذا كان الامر ليس على بالهم كثيرا، لان الامر اذا توارد على البال واستقر دائما في بؤرة الشعور يظل في الذهن. معنى نسيه يعني مسألة تتش على ايه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طيب ما هو استحفاظ، ما دام طلب منهم ان يحفظوا، يا ترى ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ طلب الله منا ان نصلي، في ناس يصلوا في ناس ما بيصلوا، مش كده ولا لا؟ طلب مني من ذهن، طلب مني من امن. اذا كل امر تكليفي منطقته ودورانه في قيمه الاختيار، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. وما دام كده هم ما حصلش منهم ليه نفس، يمكن نعذرهم شويه في النسيان. طب واللي ما نسيوش عملوا فيه ايه؟ كتموه، ادي اول خيبه كمان اهي. اللي ما نسيوش ايه؟ يكتمون ما انزلنا. يبقى اول مرحله من مراحل عدم الحفظ ليؤدوا مطلوب الاستحفاظ انهم نسوا. طب واللي ما نسيوش؟ كتموه بعضه. طب واللي ما كتموش يا شيخ؟ حرفوه ايه؟ ولو به السنه. وليتهم اقتصروا على هذه المراحل من المسح، ولكنهم جاءوا باشياء وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله، يبقى سلب وايجاب ولا لا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من ايه؟ ليشتروا. تبقى اذا الاستحفاظ ما تمش ولا لا؟ لكن القران لم يدع الله حفظه بطريق التكليف والاستحفاظ. قال انا جربت البشر في المسألة دي، ونظرا لان القرآن اريده منهجا باقيا ومعجزة باقية، فلن اكل امر حفظه الى خلقي، ولكن ساتناول انا حفظه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له يبقى حافظ هو، يبقى احنا ملناش دعوة. ولذلك تجد مصداق هذا النص انك تجد المؤمنين المسلمين بالاسلام والمؤمنين بمحمد بينما تجدهم اشرفوا على انفسهم في اجل منهج الاسلام ومنهج القران، الا انك تجد عجبا بمقدار بعدهم عن منهج الاسلام تطبيقا يحافظون على القران تحقيقا. ويقعدوا ويكتبوه بألف كتابة وألف حجم، ويمسك المقلاب كذا حجم وحجم، قال يتحط في الصدر وحجم يتحط في الإيد، وبعد ذلك يجي الكفر نفسهم يعلمون طريقة ليكتبوا القرآن ألف مصر في صفحة واحدة. ده ما عملوهاش يعني، ما عملوهاش إلا تقليدا لما فعلته الألمان في القرآن. يبقى بيسخر الله وللحفظ حتى من لم يكن مؤمن. يبقى دي خواطر بقى من مين بقى؟ يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي حافظ. بينما نبعد عن المنهج والقرآن عندنا، يبقى الراجل في السيارة حاطط له ايه؟ اوضه النوم حاطط له ايه؟ مصحف. اللي لابسه ومش عارف ايه ومبهدرة وصدرها هنا باين قال معلقة مصحف. ايه؟ شيء عجيب. علشان يثبت لكم أن الحفظ ليس أمرا منهجيا تكليفيا منكم، ولو كان تكليفيا لكان كما تفصيتم عن القرآن منهجا تفصيتم عنه حفظا، ولكن الأمر بالعكس، أنتم متفصلين في المنهج ولكن في الحفظ إيه؟ في الحفظ بتحفظوه. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يقول لك لا، النص ده كذا والنص ده كذا. ومن العجيب انك تجد كثيرا من المسرفين على انفسهم يمكن شايل المصحف في جيبه، وكثير من المسرفين على انفسهم ان سمع بس حاجه تمس المصحف الدنيا تقوم وتقعد. لا، لانها مش شغلته، ده شغله الحافظ. ما هي شغلته شغله مين؟ الحافظ. وإذا حصل أي تحريف فيه بسيط من عدو لإسلام تلتفت تلاقي الأمة الإسلامية بحذافيرها وقفت فيه. أرادوا أن يدلسوا في القرآن، في آية في سورة الفتح
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أم اللي بده يدس بقى علشان يبقى يعملها حجة بعد ما تهدأ أم قال إيه يجيبها بلفظ التكريم يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زود كلمة تكريم فلما علمت قامت ضجة ومسكوا المصاحف وقعدوا يحرقوها مع ان اللفظ اللي زودوه ايه تكريم صلى قال لك لا لكن ما حصلش مش عندنا اوعوا تدخلوا علينا من هذا الايه هذا الباب ابدا ولا هذا فلا تخشوا الناس واخشوني لا تخشوا الناس ما هي الخشية خوف متوهم ممن تظن انه ضار قال لك انت ما تخافش الا اللي تتيقن ان الضر بايده انما تظن ان واحد يدور ده سلطان قريب السلطان اصدقاء السلطان اوعى تخشاه انما اخشى مين اخشى الحق ليه لان الحق ده هو اللي يعني الايه اللي صح تكون منه خشية انما انت بقى تيجي تغير الحكم عشان تجامل السلطان تغير الحكم عشان تجامل قريب السلطان تغير الحكم عشان تجامل اصدقاء الايه وهو الافات والشرور جايه منين وقد لا يدري السلطان ولكن ضعف المحكومين للسلطان ساعة ما يدخل واحد قريب من السلطان ويمكن قريب مهجور منه ولا شافه انما اقول لك انا ابني مش عارف ايه انا ام تقول للسلطان يا مش عارف ايه ساعة ما يدخل الضعاف يروح مرتعب يقول لك اقتلوا الحاجة ما يعملناش ده وشي يقتلوا الحاجة يمكن لو رفع الامر من السلطان يقول لهم ابدا ما حصل ولذلك سيدنا عمر فطن الى هذا الامر قال لك ان الفساد قد لا يأتي من السلطان ولكن من الناس اللي ايه اللي ملزوئين بالسلطان والناس الخايبين اللي في ايدهم الامر يوم يك ايه يخاف من احسن يقول لك ده هيقول له الكلمة هيقول لو كان ما فيش في باله الا ربنا كان قال له طيب روح وخلي السلطان يقول لي على الاكاد وانا اعملها على طول انما هو بقى فاهم ان ده برضه يقدر يخدمه بنفوذه ويقدر مش عارف يعمل له ايه الله تبقى الخشية من مين من غير الله خشية من غيري سيدنا عمر يعمل ايه بقى ساعة ما يكون عايز ينفذ امر يجمع قرايبه ها والناس اللي ملتفين بيه وقبل ما يعمل الامر يقول ايه لقد اعتزمت ان اصدر كذا وكذا 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 فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء من هذا لجعلته نكالا للمسلمين ادي اللي عايز يحكم ولا يحملش اوزاره اللي عايز يحكم ولا يحملش ايه ولا يحملش اوزاره ولذلك احنا المسائل اللي بنشوفها من الفساد ايه كلها من ايه كلها خالفت فلا تخشوا ايه تخشوا نعم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يا سلام على العبارة القرآنية طب انت تشتري بآيات الله ثمن قليل عادة الباء هنا تدخل على المتروك تدخل على الايه اشتريت السلعة بكذا بدرهم الدرهم انت تركته وخدت السلعة تبقى الباء تدخل على مين على المطروح تبقى لا تشتروا بآيات الله اي لا تتركوا آيات الله طيب وتاخدوا السلعة طيب لكن شوف بقى اول الخيبة لا تشتروا بآيات الله ثمنا طب ده الثمن هو اللي بيدفع هو انا بشتري ثمن ولا بدفع ثمن اول خيبه انه عمل الثمن سلعه لا تشتروا بايات الله ايه وساعه ما تعمل الثمن سلعه تبقى خيبه الاقتصاديه جت لتحت المساله لان الايات هي حاملات المنهج للبشر وحامل المنهج للبشر ليحرس تصرفاتهم في دنياهم ودنياهم وإن طالت زائلة ومسلماهم إلى عالم لا يزول يبقى ثمن قليل ولا مش ثمن قليل
ثمن قليل. وإن